مكايد إبليس. هل أحسست بهذه العبارة؟ اليوم منسمع كتير في هذه الفكرة مكايد أو مكيدي أو شخص عم بكيد أو بيعمل مكايد. كيف ممكن نعرف كلمة مكيدي أو مكائد؟ كيف ننظر لها طبعا من ناحية كتابية؟ أهلا ومرحبا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح. اليوم من خلال هذه الحلقة رح نشوف هذا الموضوع، ويمكن احنا تكلمنا عن الحرب الروحية في الماضي بشكل مقتطفات او اجزاء معينة، لكن اليوم التركيز رح يكون عن الحرب الروحية وبالتحديد عن كلمة مكايد. فلربما هذا الموضوع بثير انتباه معين في ذهنك، يمكن انت عم بتعاني من ضربات، من فشل، من كل انواع المكائد واليوم الشرير اللي بسميه الكتاب المقدس. فاليوم يومك، انا بدعوك انك تسمع لهذه الحلقة اللي انا متأكد رح تلمس قلبك وحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.